السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا ورق الحائط او البابيتا، هو هذا خديته بغيت نشاركه معكم. بالنسبه لهذا بابيبا هذا بغيت نديرو في بيت النعاس. بيت النعاس عندي فيه 4 متر الحيط اللي كيجي على تات دولي، العرض ديالو 4.5 متر، يعني انا مني استشرت مع السيد اللي غادي يركبو ليا، قال لي خاصكي 3 ديال الرولوات. عندي هنا 3 ديال الرولوات، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، وهذه الكولا، هي هادي. عندي هنا ساشيه ديال الكولا باش غادي هادي كتخلط مع الماء باش كتولي كولا، وكيدا فوق منها هذا ورق الحائط. بالنسبه مشيت خديته من القريعه، ما نكذبش عليكم، حرت مني كنت كنختار قوت الموديلات، يعني كسروا عليا الموديلات بزاف بزاف، وها اللي على شكل وراضي، ها اللي على شكل زيكزاك. المهم كتحيد تما ملي كتكون كتختار في داك لي كاتالوج. المهم شفت حتى عييت، حيت انا عندي لي زاكسيسوار ديال بيت النعاس كلهم في الكري. دابا تشوفوهم من بعد ان شاء الله ملي غادي نركب هذا البابي با هذا. اختاريت هاد اللوينات هادو هكا باردين على هذا الشكل، هذا فيهم بحال هاد لي زيكزاك هادو، ها نتوما كتشوفو، تشوفوهم معايا ان شاء الله نركبهم، وعطيني الراي ديالكم لان الراي ديالكم كيهمني في لي كومونتير او التعاليق، وقولوا لي كيفاش جاني، واش مزيان ولا خايب. انا دابا كنتسنى غير السيد يجي وغادي نركبو. بالنسبه هنايا للرولو، هذا فيه 10، كل رولو فيه 10 متر، 10 متر على 50 سنتيم، يعني فيه بزاف. هذا غير رولو واحد فيه 10 متر على 50 سنتيم. انا عندي هنا 3 ديال الرولوات، هذا هو الرولو اخر. وبالنسبه للثمن، كل رولو كيدير 110 دراهم. ها هو هذا، شوفوا كيفاش داير، جايين زوينين، فيه دوك لي زيكزاك، هاهما هادو، فيه الكري، وفيه الكري الطوب، وفيه بلون كاسي، شتي بلون كاسي، وفيه البيج. نحاول نقربو لكم باش يبان لكم، يعني غادي يمشي مع لو تان ديال الكري. هانتوما انا عندي الكري شويه مغلوق، دابا تشوفوه وهذه الكولا، هي هذه كتخلط مع الماء. بالنسبه لهذه 30 درهم، هذه غير وحده ساشيه خديتها، قال لي كافيه، يعني قالت لي غتكفيك وغتشيط لك، كتخلط مع الماء وكتلصق بها البابيبا. ها نتوما معايا على ما يجي السيد ان شاء الله، وباش يخدم لي البابيبا. ودابا ها هو دا جا المعلم هنا، وريتكم بيت النعاس كيفاش كان قبل. ها نتوما كيفاش كان قبل ما نديرلو البابي با، هذا هو الشكل ديالو. ودابا المعلم صافي راه بدا كيخدم، كيدير الكولا هي الاولى غيبدا بها، راه خلطها مع الماء صافي، وبدا كيهز هذيك الشيته وكيدوز، غادي يدوز على الحيط كامل كله، ولا غادي يدوز بلاصه ببلاصه. بدا بداك البلاصه هي الاولى، داك اللي في القنت، باش غير كيحط هذاك ورق الحائط صافي في البلاصه كيشد. غير هي غنقول لكم واحد القضيه، هاد الكوله هادي باش زوينه، بحال دابا ملي كيكون تيدير لك ورق الحائط في الاول، وبغى مثلا تزيكزاك عليه، او ما قادوش في الاول مزيان، ولا شي حاجه بحال هكا، تعاوتاني كيعاود يقلعو وتعاوتاني يركبو، يعني كيكون باقي ما شدش في البلاصه. وسولته قلت له زعما واش هاد الكوله فوقاش فوقاش عندها الوقت ديالها، فوقاش كتنشف؟ قال لي راه كتنشف صافي، الا غد ليه كتنشف، يعني عندها نهار وكتنشف، يعني بحال دابا الا تقلعت لكم
النوبه الاولى تقلع لكم هذا الورق الحائط او ما جاش مزيان بحال دابا تزيكزاك عليه ولا خربقه في الاول وبغى يقادو، راه كيحيدو عشان كيرجعو في البلاصه. دابا هو دا غادي يدير بحال هكا بحال الشكل ديال دي بانو. نبدا بهاد البلاصه هي الاولى، وورق الحائط راكم عارفينو ديما خصك تخلي واحد جوج سنتيم خارجه على الحيط، هذه ضروري خصكم تخليوها خارجه بجوج سنتيم باش في الاخر ملي كيبدا يفيني ضروري كيحيد هذيك السنتيم ولا جوج سنتيم باش كيبقى. هانتوما ملي كيدير الكيتور كيحيد داك السنتيم ولا جوج سنتيم باش كيجي داك الشيء هو هذاك. اما الا درتي الحد في القد راه ما يمكنش ديروا الحد في القد، ضروري خاصك سنتيم زايده ولا جوج كتكون من الفوق. دابا ها هو دا سالا هذيك البلاصه الاولى اللي داك البانو الاول اللي دار من هنا، حيت هو داك البابي بام راه ما كيجيش كله طرف واحد من الراس حتى للراس، راه كيجي حيت كيجي بحال الشكل ديال كيبدا يتقطع طراف طراف. ها نتوما ها هو عاوتاني شوفوا الطريقه باش كيخدموا، كل واحد سبحان الله والطريقه ديالو. وكيبدا هو من الفوق، ها هو دا انتوما لاحظوا هنايا غيخلي واحد جوج سنتيم زايده، وهنا غادي يلاقي شوفوا كيفاش غادي يدير هذاك الرماج اللي كاين في الورق الحائط، غيحاول يجيب دوك لي زيكزاك يجيبو مقادين. انتوما لاحظوا معايا ومني كيسالي كاع في مره ما كيبقاش هذاك الشيء باين، كيجي بحال البانو كله مضروب من الراس حتى للراس، ما كيجيش دوك القطعات ما كيجيوش باينين. دابا هاد جوج سنتيم هي اللي بغيت نقول لكم انايا كيضربها بالكيتور، هاي هادي شتيها هاي هادي، كنظن انكم فهمتوني. داك جوج سنتيم اللي حيد صافي، دابا كيجي في الحيط كيجي فيني مزيان، ما كيجيش شي طالع وشي هابط ولا كيجي بحال دابا مشنتف من الجناب ولا. دابا راه قريب يسالي يعني، دابا صافي راه غير كيفيني سالا. شتي هذاك لا فينيسيون كتبقى اخر ما كاين، هي الاخرى كتبقى علاش باش الا مشى حتى تخربقات ليه شي بلاصه، حيت هادشي ضروري تيوقع كيقدر يزيكزاكي شي بلاصه ولا هذا في البلاصه كيعاود يرجع، ولا فينيسيون كتبقى هي الاخرى اخر ما كاين. ها هي شتي ها هو كيفيني دوك اللعيبات اللي كيكونوا في الجناب اللي قلت لكم كيكونوا زايدين بسنتيم. ها نتوما لاحظوا معايا دوك الحاشيات التحتانيين حتى هما كذلك ومثال، حتى هما كيدير لهم نفس الطريقه، كيخليهم بجوج سنتيم زايدين باش ملي كيديفيني في الاخر شي ما يمكنلوش يدير الحد في القد، ضروري خصو يخلي جوج سنتيم زايده باش ملي كيبدا يفيني كيجي داك الشيء هو هذاك. ها نتوما شوفوا كيفاش كيفيني. ها نتوما ودابا سالا ورق الحائط. دابا دزت باش ندير هذاك لاهوس اللي خديت اللي كنت شاركت معاكم، اللي كنت خديتها من الشمال وشاركتها معاكم. دابا هي غادي نبدا نمط بها السرير ديالي. بالنسبة للون خديته باش يجيني مع الكري، كتجي فيها بحال هكا الغلاف ديال الناموسية، وكيجي ليزار من الفوق، وكيجيو هاد جوج كوسانات او جوج غلافات ديال جوج غلافات ديال المخاد عفوا. صافي دابا انا بديت كنقاد بحال هكا في الماطلة، درت هذاك لاهوس من التحت، دابا كندير هذاك ليزار من الفوق. زوين عجبتني لا كولور، جات زوينه وانتم باغا تشوفوا معايا، وضروري تعطيوني رايكم كيفاش جاكم واش عجبكم. خليو لي رايكم في التعاليق، راي ديالكم كيهمني. وهنا كنحاول نقاد باش كيجي داك الشيء مقاد مزيان.
صافي هنا قديت دابا الماكلة، قديت السرير ديالي وطلع زوين هاد اللون اللي خديت. شوفوا كيفاش جا مع الناموسيه، جا زوين مع داك اللون اللي كري. خديت انا الباج، الغلاف خديته في الباج، ولكن الطريزات راه في راهم في الكري، واخا هو في الباج كاينين طريزات في الكري. انا حاولت باش نقرب لكم، وهذا هو الشكل النهائي او بابي بان، هذا هو الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي، طلع زوين هو، يعني ما توقعتوش يخرج لي بحال هكا. كتعرفوا البابي بان او ورق الحائط كتاخذوه في يد الله كتقولوا واش يطلع ولا ما يطلعش، وطلع بهذا الشكل هكا. وحتى اللي خدموا لي باتقان، هانتوما انا غنوريكم، غنقول لكم من بعد كيفاش تخدموا لي باتقان، نوريكم بعدا. هانتوما اولا غادي نبدا بالبابي بان هو الاول. بالنسبه الا كان هانتوما الا كنتو كتشوفوا كاين واحد الخطوط، غنحاول نزوميها لكم. واحد الخطيط هو دا غادي هكا على الطول، عرفتوش كيبان لكم ولا ما كيبانش لكم؟ ها هو دا كيبان هنايا، هاد الخط هذا اللي كتشوفوا هما خصهم هاد الرمج هذا اللي كاين هنايا خصو يقادو باش كيجي هذا مقابل مع هذا، باش كيجي مزيكزاكي، يعني ما كيجيش مفاوت ولا داكشي، باش عطاتو السيد هو يتكلف به يصوبو باش يطلع ليا مزيان وجا مزيان. وبالنسبه لاكولور انا في الاول علاش اختاريتو هكا، حيت انا اصلا عندي لي زاكسسوار ديال بيت النعاس عندي في الكري، هانتوما كتشوفو. بالنسبه للسرير ديالي عندي في الكري، بالنسبه لهاد الفوطويات حتى هما دو في الكري. ها هما، وانا غنحط لكم بيت النعاس كيفاش كاين كان في الاول قبل التغيير، وغتشوفوا عاوتاني من بعد التغيير. هانتوما بالنسبه للبابي با هنا كاين فيه، كاين هنايا الباج، وكاين هنا هنا كاين الكري مغلوق والكري مفتوح، وكاين الكري الطوب. هانتوما انا باش نخرج هاد الباج، حيت الباج هو اللي كاين هنايا بوحدو، ها هو باش نخرجو اشنو درت. بالنسبه للغلاف ديال الناموسيه درت ايني، هذا الا كنت شاركتو معكم ديجا، كنت شاركتو معكم في الفيديو اللي قبل، درتو في الايني باش نديرو مزوق، لان عندي البابي با مزوق، يعني اضطريت انني ناخذو في الايني. ها هو دو ها هو دا توجع على هذا الشكل هكا. وبالنسبه للريدو، ريدو حتى هو يلا خديتو، ها هو دا عجبني، خديتو من درب عمر، لقيت واحد السيد لقيت عنده ريدويات زوينين روعه، خديت هذا الشكل حتى هو، خديتو في الباج باش يخرج ليا داك الباج اللي كاين، حيت الكري تما كثير في البابي با. كاين كيقول لكم كاين الكري المغلوق، الكري مفتوح، الكري الكري الطوب، ولكن الباج كاين غير شويه ديال الباج. داك الباج انا باش نخرج منه هي فاش درت هنايا ريدويات في الباج، ودرت هنا غلاف ديال الناموسيه حتى هو في الباج. ها هو، ولا كنتو عقلتو كان عندي كان عندي واحد لا كوموند كانت عندي كبيره، هنا كنت حاطه فيها هاد لي زاكسيسوار ديالي، حطيتهم هنايا، درت هذا الشكل هذا اللي هكا على هذا الشكل هكا، حطيت فيه كاع هذا الشيء كله اللي كنحتاج. ها هو درته هنايا، روايحي، مكياجي، كريمات ديالي، المهم داكشي كله اللي كنحتاجو او كتحتاجو اي سيده درتو تما. صافي، وهاد الفوطويات هادو حتى هما عندي في الكري، ها هما حتى هما غادي ليا في لو تيم ديال لولي. ها هما، وهذا هو الشكل النهائي. بغيت نشاركو معاكم، هادو راه ما كانوش عندي، هاد الفوطويات هادو يلا شريتهم، لقيتهم هكا طالعين، حيت انا مني راكم غنحط لكم التصويره ديال لا فوتو كيفاش كان من قبل.
مني بدلت وغيرت بقات لي هاد كحزت ناموسية هنايا من هنا، بقى لي هاد لي سباس هذا اللي هنايا خاوي. انا بقيت كنفكر قلت اش غندير في هاد لي سباس هذا، غادي ندير فيه شي لقيت بحال هكا دي كانابي ولا شي حاجه غناخذهم من هاد البلايصه هادي اللي هنايا. صافي مني لقيتهم ولا ناخذهم، لقيتهم انا راه عندي واحد هكا في جوج بلايص، ولقيت واحد جوج بحال هادو، واحد ديتو للصالون حيت ضيق ليا هنا، ربما كون حيدت الطبله هذه البيضاء غادي يجيني واحد بحال هذا. مي انا خرجته في الصالون حيت عندي نيت واحد البلايصه ديالو في الصالون، خليتها تما وخليت الطبله هذه هنايا حتى هي ديال ايكيا وصافي. وهكا جات الجلسه زوينه، وهذا هو التغيير وبغيت نشاركه معكم. وهذا الشكل النهائي، داك الورق الحائط، وبغيت نشاركه معكم. وفي نفس الوقت قلت لكم زعما كل حاجه كيفاش كانت عندي وكيفاش ولات. هذا هو الشكل النهائي. وبالنسبه الى لاحظتوا هاد الطريزه هادي اللي كاينه هنايا فهاد لاهوس، ها هي كاينه في الكري، يعني في نفس اللون اللي كاين في تيت دولي، ها هو نفس اللون ونفس اللون اللي كاين حتى في ليكوسان، ها هما هادو. واخا هو راه في البيج ولكن الطريزه راه في الكري باش داكشي كيجي متناسق. وبالنسبه اللي غيسولني على البلاكار، بالنسبه للبلاكار كنت خديته من ايكيا وما غاليش بزاف. وهذا كريدو، ها هو هذا تو في البيج. وهذا هو الشكل النهائي، ها هو هذا. انا كنحاول نوريكم كل شيء. المهم سبحان الله شي حد يبغي يصوب شي حاجه، ولا كاين اللي كيبغي يدير بابي بان، كاين اللي كيبغي يتعرف على انواع ديال بابي بان، كاين اللي يقدر يكون باغي ياخذ شي شكل ديال بابي بان بحال هكا ويشوف هذا ويعجبو. المهم هادشي علاش حنا كنشاركو مع بعضياتنا الفيديوهات، ماشي مشكل. وهذا هو الشكل النهائي. و لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. باي باي عليكم.